محمد فهمي درويش الدفعة 56 كلية حربية، شرفت الخدمة في قوات الدفاع الجوي. تخرجت سنة 69 وحضرت حرب الاستنزاف من أولها، وبعد ذلك حضرت حرب 73. حضرت حرب الاستنزاف من أوله، وربنا أكرمني وأسقطت طائرة فانتوم يوم 18 أغسطس سنة 69 في وسط الملاك. حرب الاستنزاف دي نتيجة العرق والجهد اللي قامت بيه القوات المسلحة في التدريب الشاق وفي القوة والعزيمة، ونوعية الجندي المقاتل المصري اللي موجود في هذه الفترة. كان مقاتل بيعشق تراب مصر، واحنا طبعا اتدربنا وشفنا الويل في التدريب، وربنا كرمنا بنتيجة العرق اللي احنا عرقناه، وزادنا قوة وصلابة. وطبعا القوات المسلحة مش محتاجة الا اولادها اللي هم الاوفياء اللي هم ضحوا بنفسهم وانفسهم عن تراب مصر. طبعا احنا كنا بنتدرب في حرب، قبل حرب الاستنزاف في 69 70 71 72 كان تدريب شاق فوق ما تتخيله. كان حرب الاستنزاف كانت بروفا او تجربه لينا عشان العبور. التدريب الشاق احنا كنا بنشتغل واحنا في الصواريخ السام 7، كنا او عندنا اول ضوء طابور مقدس بيبدا مع اول ضوء وينتهي خدمتنا مع اخر ضوء. الصواريخ ديت كانت موجهه بتعمل بالاشعه فوق الحمراء ضد الطيران المنخفض. كنا بنتدرب يوميا على سرعه التقاط الصواريخ وسرعه التقاط وتامين قواعد الصواريخ اللي هي سام 6 وسام والبتشوره، كان احنا بنامنهم ضد الطيران المنخفض. الطيران اسرائيل كانت بتقوم في الحرب في حرب الاستنزاف بالطيران المنخفض دائما وفي توقيتات معينه. مثلا كان بيجوا مثلا الساعة 3 في عز الشمس وينزل من قرص الشمس على المواقع الصواريخ يضربها. فاحنا كنا اساسا بنأمن استوكاب الصواريخ ضد هذا الطيران المنخفض. وبعد كده احنا كمان أمننا مع كتاب الصواريخ على حائط الصواريخ اللي كان موجود على الضفة الغربية، وكنا تأمين ليه ضد الطيران المنخفض. حائط الصواريخ دوت دمر كمية طيران لإسرائيل في الطلعة الأولى اللي هم كانوا بيطلعوها في حرب أكتوبر، أول حرب أكتوبر. وبعد كده كتاب الصواريخ ديت لما دخلت الثغرة برضك ما عملوش فيها حاجة، لأن برضك كتاب الصواريخ كانت طايلة الأجواء جوا سيناء. وطبعا احنا التدريب اللي احنا اتدربناه ادانا جميع المراحل اللي احنا ممكن نتقبلها أو ننتقل إليها. انا خدمت في القوات المسلحه في الدفاع الجوي في وحدات الاستريلا اللي هي سام 7، خدمت فيها وحضرت الحرب بالكامل فيها، وكنت قائد فصيله فصيله 11 على كاف 521، وكنت احد عناصر الكتيبه ديت. وبعد كده ربنا كرمني ودعموني بكتيبه احد وحدات الدفاع الجوي كتيبه 348 دفاع جوي على اللواء 25 مدرع، كنت دعم ليهم. وحضرت معاهم حرب اكتوبر وربنا كرمني انا ورجالتي وقدرنا نوقع 11 طياره تقريبا. انا كنت في اللواء 25 مدرع مقل، وكنا موجودين في منطقه اسمها التبه الزلطيه قبل السويس بشويه، كنا محتلين هناك وجالنا خبر العبور. الناس كانت بتضرب نار في الجو من الهواء من كتر الفرحه اللي احنا كنا منتظرينها ليوم العبور. وعبرنا وانا عبرت شخصيا مع جماعه مع فصيلتي بالقوارب المطاطه يوم 6 اكتوبر الساعه 3،
كنا مقدمه لخط اللواء نامن اللواء بعد ما يتعمل جسر الكباري عشان اللواء مدرع كان لازم يتعمل جسر تعدي عليه الدبابات فكنا اعورنا قبليهم عشان نامن العبور بتاعهم على المحاور والمعابر على المحاور والمعابر. ربنا كرمنا وعملنا كمين ما اديناش فرصه للطيران المنخفض يخش على المعابر ولا عدت بنحس وربنا كرمنا. ولو شفت لو تتخيلوا منظر الناس لما طلعت التبه الضفه الشرقيه ودخلنا سينا برجلينا مفيش حد ما سجدش على الارض حمد ربنا وما كانش كلنا ما كناش مصدقين ان احنا دخلنا سينا وعبرناها ونايمين على ارضها وعبرناها وصلينا عليها عبرناها وبعد كده عبرناها في ايام مفترجه ايام رمضان احنا كنا صايمين واحنا بنحارب ربنا كرمنا عشان كنا احنا عندنا ايمان داخلي ربنا اكرمنا بيه وكتب لنا النصر والحمد لله مصر دايما بخير ودايما مصر فوق مش هتنزل ابدا ولا حد هيخليها تنزل. وصبت 24 اكتوبر من قصف جوي مركز على وحدتي واللي نقلني مستشفى السويس رجالتي نقلوني شالوني على ظهرهم وعبروا بيا القناه وودوني مستشفى السويس. رحله الام ورحله عذاب لكن الحمد لله بصبري وقوتي وارادتي ربنا اكرمني. بعد ما خلصت العلاج في مستشفى المعادي ومركز سيدي العجوزه سافرت الى انجلترا لاستكمال العلاج وتم علاجي والحمد لله رجعت لغانم سالم الحمد لله. بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله مصر كانت ما عندهاش اي نوع من الامل في الحرب ضد اسرائيل بالامكانيات اللي كانت عندها ربنا نصرنا بكلمه الله اكبر نصرك فلتا بسم الله بسم الله بكلمه فلتا بسم الله بسم الله الله اكبر دي كانت بتهز سينا وبتهز جميع الافراد القوات المسلحه ضباط وجنود وعساكر اللي هم حضروا من 69 لغايه 73 وما خرجوش من الجيش واستمروا في الخدمه ده جيل حرب اكتوبر اللي عمل النصر بدمه وباخلاصه للقوات المسلحه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بسم الله الله اكبر